من بقايا أسلاك خط موريس تم بناء هذه السكنات، سكنات انتظرت بفارغ الصبر من قبل مواطني حي 240 مسكن ببني والنيف في بشار. والمفارقة الأدهى من ذلك أن السكان ينامون على قنبلة موقوتة اسمها الألغام. فرنسا مشات وإحنا درك رانا نخلصوا، ما تنجمش تحفر هنا خاطر مينا، لقاو المينات وجات الجدارمية وشافوا المينات وجا العسكر وشاف المينات. كي قاعد يحفر لقاو ثلاث مينات ولا أربع مينات، راهم قاعدين هنا، راهم عند رئيس الحي، راهم عنده بلوك بيرفكت، راه غير في واحد شحال تروام ولا تروام. هذا الولد راني خايف عليه، لو كان عندك شوية تحفر بوو طردقت طفرت. ورغم الخطر المحدق بهم إلا أن أبواب المسؤولين تبقى موصدة في كل مرة يلجأ لهم المواطنون. عينا نعيطوا الوالي، عينا نعيطوا الشيف طاير، عينا نعيطوا كلش. درك رئيس جمهورية، احنا هادو ماشي ديار، دوك يطيحوا فوقنا، هادي كارثة هادي. وسط الصمت والغياب الملاحظ من قبل المسؤولين المحليين أمام هذا الخطر القائم في حي قندهار كما يطلق عليه، أرواح الجزائريين فيها تبقى الأهون والمسؤولية تبقى على عاتقهم في حال حدثت الكارثة.